بسم الله الرحمن الرحيم. ديت كلمة البديع بخط الكوفي وحواليها حروفية كزخارف للكلمة الموجودة. وطبعا زي ما انت حضرتكم شايفين يعني ان الكلمات اللي حوالين كلمة البديع قد تكون احيانا كلمات لها معنى زي أسماء الله الحسنى أو مجرد حروف بشكل زخرفي معين. وطبعا كلمة البديع نفسها في زخارف جوه الكلمة نفسها، وفي نوع من الحرية كده في الحركة وفي الشغل. وزي ما حضراتكم شايفين في أكثر من لون موجود علشان يعمل جمال أكثر للعمل الفني. دي طبعا ألوان جواش وألوان وأحبار على ورق ناعم. والورق الناعم له برضو مزايا وله عيوب. عيوبه إن الألوان الورق ما بتشربش اللون، لأن اللون بيبقى على سطح الناعم، بيبقى تقريبا على السطح، يعني ما فيش شرب للون جوه قوي زي الالوان الخشنه زي الورق الخشن يعني. ودي برضو لها مزايا يعني، ومزاياها بالنسبه للكتابه ككتابه حروف او كتابه كلمات بتبقى اسهل. الحركه بتاع البوصه او الحركه بتاع القلم دي طبعا كلها معموله بالبوصه، معموله بالبوص بالقلم البوص يعني، والاحبار العاديه ديت تقريبا اهي البوصه اهيت لحضرتك اللي مكتوب بيها. وزي ما انتم شايفين يعني ديت من البوص اللي هو اللي بيقول عليه الغاب، او البوص اللي هو الايه القوي، غير البوص المصري التاني اللي هو ايه الخفيف ده. فده بيتحمل شوية واللون ما بيأثرش فيه كتير يعني، ما بيأثرش في ال في الخامة نفسها، بحيث انها القلم يتلف بسرعة يعني. وطبعا استخدام اكثر من لون في العمل بيدي ثراء للون، ثراء عفوا للعمل، وبشكل اللي هو ايه بيخرج بشكل الى حد ما مريح للعين، و القلب كده بيقبله بشكل كويس يعني. وجمال الخط العربي مع الألوان ده طبعا حاجة حدث ولا حرج، باعتبار ان الألوان بتدي جمال كبير جدا للحروف العربية والخط العربي. أشكر حضراتكم، وأتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الأعمال اللي أنا بعملها. وانا عندي ان شاء الله في الايام القادمه اعمال كثيره جدا ان شاء الله تعجبكم وتتفاعلوا معها. واشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.